شوطنا الرابع الذي تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. والشوط الرابع الخاص بالزمول المهجنات الأصايل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون إن شاء الله في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم، وانطلاقة أشواط أصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق والتحدي. نتابع معكم المجريات، نتابع المسيرة، نتابع التحدي هنا. والمقدمة والمركز الأول الشهم، سيف بن علي بن عزيز العامري من يأتي بالشهم على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني قاصد نواب بن نوح بن أحمد البلوشي من يأتي على المركز الثاني. والمركز الثالث هنا سراب خليفة بن سعيد بن سهيل بن حارب العميمي من يأتي على المركز في هذه اللحظات الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع سلهود لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، ووصول هنا على المركز الخامس من الذيب العيسى بن خادم بو علامة لقبيسي مع الذيب على المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس شديد هنا وصل ايضا شعار الطاغي على ظهر شديد لمحمد بن حمد بن ملهوف لقتبي من يصل بهذا الاداء الجميل. اما على المركز السابع، المركز السابع طوفان الكاسب بن سالم لمسافر ياتينا على سابع المراكز. وفي المركز الثامن، المركز الثامن الذي يتسلل من الجانب الآخر في هذه اللحظات هناك مشاهدينا الكرام الوصول من النمر من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث الشامخ. الشامخ ولكن هنا التغيير، التغيير الذي طرى وجرى من حشيم على صدارة، حشيم على المقدمة وعلى المركز الأول لسيد خالد بن جابر بن عبد الله الحربي من انطلق مشاهدينا الكرام بحشيم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو حشيم من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول للسيد خالد بن جابر بن عبد الله الحربي من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. والسلام لأهالي مدينة العين، سلام مدينة العين، سلام على هذا الأداء الجميل الذي قدمه حشيم كما عودنا دائما وأبدا بإنجازاته العديدة. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل، تهانينا للسيد خالد بن جابر بن عبد الله الحربي على هذا الفوز الجميل الذي قدمه حشيم. ولحظة وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني الشامخ للسيد عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي. وفي المركز الثالث المركز الثالث من وصل سلهود السيد سعيد بن رابع بن حمد بن غدير ليكتب. المركز الرابع ربدان لصالح بن حمد الكريبي المري. المركز الخامس مليح السيد سعيد بن عبيد بن راشد بن عرطي الحميري. ونعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والتوقيت الذي سجل حشيم بثر التعديل 50 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس الخالد بن جابر بن عبد الله الحربي على هذا الفوز الجميل. أما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المركز الثاني 3 دقيقة 54 ثانية 8 أجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجل هنا تحت أقدام اللي هو مشكو اللي هو الشامخ سيد عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي. أما المركز الثالث مشاهدينا الكرام فكان سلهود لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي من وصل على المركز الثالث ب 14 دقيقة 6 ثواني 3 أجزاء من الثانية.